عليكم أهلا بس. يا مساء الخير ومساء الجمال ومساء الاعياد على كل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين موقع المصري اليوم. احنا معاكم بالبث المباشر، ما زلنا معاكم في شوارع بورسعيد. قابلنا العيله الجميله دي، الاب والابن والعم تقريبا، او هنعرف الخال. كلهم بيشتغلوا نفس الشغلانه، بيصنعوا شجر لعيد الكريسماس وهدايا لعيد الميلاد، وكل ده بايده. هيورينا دلوقتي ازاي نعملها بايدينا باقل تكلفه، وبتبدا من اسعار بسيطه. ازيك الاول؟ نوقفك شويه بس عن الشغل ونتكلم معاك. بنرحب بيك على شاشه مصر اليوم. مساء الفل يا ستي. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه. هابي نيو يير. هابي نيو يير. خلاص ساعات والسنه تنتهي، وانت تقريبا بتعمل الحاجه اللي تعتبر رمز الفرحه لكل. ايوه ايوه تمام تمام. كل يمكن مصر. طبعا احنا شايفينك يعني مجمع احجام، وعرفنا ازاي تتعمل. هي مقاسات بتبقى مقاسات، بيبقى مثلا 30 سم 60 سم 90 سم. طب ما تورينا كده قبل ما تعمل عليها الشغل شكلها ايه؟ ما هي بتبقى خضراء. عرفنا ازاي بتعمل الكلام ده؟ بتبقى خضراء زي دي، يعني في حاجه زي دي 90 سم. وصلي؟ 90 سم دي ثمنها كام؟ دي ثمنها 80 جنيه. طب اللي قلت لنا عليها من شويه 25 فين؟ الصغيره. وريها لنا كده. قد شجره صغيره يا محمد، تبقى حاجه زي دي. ايوه دي بنفردها احنا كده وبنزوقها. اه ممكن انت بقى اللي هي دي. اه دي كده خضره كده، دي عليها تل. تقعد تفتحها وتركب عليها الزينه. اه الزينه بقى 25 جنيه. اه تمام. معلش هنتعبك وتوريني الساده المشاهدين بالظبط بتتعمل ازاي. انت بتفتحها ما انا كده. هي بتتفرد اهي. تمام. وصلت كده اتفرد. عايزه تلفيها تول زي دوت، اسمه او نجيله، في ناس عارفاها باسم نجيله وناس عارفاها باسم تول، او ممكن اه اللي هو ده اللي هو ده. ده بتلفه على الشجره. اه ممكن نلفه على ديت كده. ورينا كده بتلفه كده بس زي دي كده. لا بلفه يعني وصلك بتلف كده بس. ورينا ازاي تلف كده. او تل. اه انت بتلفه داير ما يدور. بعد كده بتعمل ايه تاني؟ وبعد كده بركب لها سريه نور. نور. اه عشان تنور. ما هو لسه بس النور يعني في حاجه زي كده اللي هم متصورين ورا دمك. اه وصلت. وفي حاجه زي اللعب. هات يا محمد الشجره ديت. الشجره اللي عليها كور. الحاجات اللي عليها دي؟ اه. اه هات هات صغير. هات بتركب فيها يعني الشجره ديت ب 80 جنيه. ب 80 جنيه بقى؟ اه الفاضيه. الفاضيه. اه هي عليها كده لعب ب 150. وصل لك؟ يعني عليها 7-8 كيس لعب. اه. الكيس بيبقى فيه 6 حتت. بص حضرتك. يعني انت شجره ساده ممكن حد يجي يشتريها منك بالسعر ده ويقول لك تبتدي عليها؟ براحته هو بقى. وصل لك؟ عايز مثلا نحط عليها كيس، عايز نحط عليها كيسين. عايز زي ما هي خضراء. هي بتبقى اذواق. في كيس بيبدا من 15، وفي علب بتوصل ل 80، وفي كيس ب 25. اللي في ايده ديت اللي هو بيعملها اسمك ايه؟ محمد. اللي بيعملها محمد دي عامله كام؟ دي عامله 150. 150 تمام. بتحط بقى ورينا كده كيس العملات. ده فرع تولي ده ب 15 جنيه ست الكل. الفرع الواحد. اه الشجره تاخد قد ايه فروع؟ يعني الصغيره بتاخد فرعين. حاجه زي ديت بتاخد ايه 7 طفره. في حاجه زي دي بتاخد 5 طفره. دي 5 افرع. اه اللي هو 15 جنيه. اه وده تاخد قد ايه؟ دي بتاخد 7. 7
ده غير العلقات، في ناس بياخدوها كده من غير علقات. اه ما هو دوت مكان العلقات بس، يعني مثلا بدل ما تبقى هي كده ممكن ناس تعملها كده وتجيب لها تزود، هي بتبقى اذواق وصلك، وكل واحد وامكانياته على حسب امكانياته بتعمل له حاجه. اه لان احنا برضو شفنا اسعار غريبه جدا في بعض المحلات طبعا، يعني عاليه اوفر يعني. انت تعتبر بتعملها بسعر الى حد كبير، ما اصل اللي في الشارع مش زي اللي في المحل برضو. اه وصلت، المحل بيبقى مأجر وعامل بايدك قدام اللي عايزها. اه زي ما انت شايفه. اه تعملها له ويستلمها. اه طبعا. تمام. يعني انا قطعت الشجره اللي ب 20 دي هتاخد فرع قد ايه؟ كام فرع؟ ممكن تاخد فرعين، فرع ونص. فرع ونص. يعني التوتال بتاعها بعد ما تزوقها توصل لكام؟ يعني ممكن توصل معاك بكام لعبه مش عارف ايه، توصل معاك ب 90 جنيه 80 جنيه. أوه. لو انت عايزه تخليها ملاهي يعني كلها بهرجه زي دي كده مثلا، كلها لعب وصلت زي دي. اه توصل لها ل 100 جنيه. 100 جنيه؟ اه بالطل بكله. بكله. تعتبر معقوله ده صغيره. اه تمام. في الحنين برضه انا اقول لك على حاجه، اتفضلي. الشغلانه دي رمز للفرحه والسعاده والبهجه، الناس بتبقى بتدور ان هي طبعا تبتدل. طبعا الناس بتحب تفرح، وبتدور على الفرحه باي حاجه. وما بنصدق ان احنا نفرح اصلا. حلوه الجمله دي. طبعا بنصدق ان احنا نفرح. يعني اللي بيحتفل النهارده، في ناس تقول لك انت بتحتفلوا ليه ومش، ما احنا بقى احنا بنحتفل وكل حاجه، بس يعني ايه للبلد ظروف والكلام دوت بس. فاهم المقصد؟ فمش كل سنه بتبقى زي الثانيه، ولا كل الاجواء بتبقى زي الاولى، وفهماني؟ لما الدنيا بتبقى حلوه بتلاقي يعني الشارع حضرتك اللي انت واقفه عليه دوت بكره راس السنه. السنه ده مكاني على طول يعني. وبقالي هنا باجي باجي بقعد هنا ال 10 ايام وبايه وبروح. يعني احنا شايفين الشارع كله، انت حاطط كل حاجه، ترمز لاحتفالات الكريسماس. وتعالى كده معانا عرفنا. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. ده بكام؟ يعني في حاجه زي ديت دي عامله 25. 25 جنيه؟ اه في توكه زي ديت عامله 25. طب ده بابا نويل. ده عامل 300. ده حجم بصي الكبير. طب الصغير منه عامل كام؟ المقاسات بقى يعني في بيبدا من 30 لغايه 200 جنيه. من اللي هو المقاسات الصغيره، ودوت معايا ب 300، وفي حاجه زي ديت تبقى عامله 200 جنيه. وصلت؟ هنرجع ونقول لك انت بتوزع البهجه على الناس والفرحه على الناس. الحمد لله. واحلى حاجه لله. انت علمتنا ازاي نعمل شجره اقتصاديه للي عايز يفرح. طبعا طبعا طبعا، كل واحد وامكانياته ومقدرته. عشان في ناس اصلا ما بتبقى تسمع سعر الشجر غالي مثلا، ما بتبقاش قادره ان هي تجيه. وصلك؟ فمثلا لما يديله انا شجره خضراء ويعمل كده وياخد زواق، او يروح محل ياخد منه زواق، بيحس ان الشجره وقفت عليه باكتر من اللازم. انما لما بيبقى جاي واحد بيعملها بيسهل له حاجات ياما، بيقول له في حدود امكانيات. لا وبيسهل له يعني، بيعمل له اللي على ذوقه برضه وبنسهلها له. لان مثلا معلش مع احترامي مش هيعملها زي مثلا ولا هيديها تعرف تعملها. يعني انا وبتبقى سهله. في دبدوب زي دوت ده عامل 25. 25. هنرجع بقى نختم اللقاء معاك يا عبد الله، ونقول لك هابي نيو يير تاني. هابي نيو يير. وانت طيب وتبقى الف صحه وسعاده يا رب، ويا رب تعدي الايام اللي جايه دي ونستبشر خير بقى بالسنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله الايام كلها خير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نجعلها خير. امنيتك ايه السنه الجايه لي؟ لي انا؟ الستر من الله. الستر من الله احلى طبعا. حاجه احلى حاجه دي اكتر امنيتك. الحمد لله طبعا. الحمد لله ربنا طبعًا. يا رب يا سيدي يا رب اللي تتمناه يا رب، وكل سنه وانت طيب يا رب. انت بقى ليك. طبعا لكل مشاهدينا ومتابعينا، احنا ما زلنا معاكم في شوارع بورسعيد بنحاول نرصد احتفالات بورسعيد، وزي ما كنا معاكم وريناكم ازاي نعمل شجره باقل تكلفه ممكنه، وان الاسعار اللي موجوده في اماكن في عكسها تماما، ناس بسيطه بتعمل وبتوزع الفرحه والبهجه باقل تكلفه وبايدك كمان. كنا معكم بالبث المباشر من محافظه بورسعيد، وكانت معكم شيماء الريس.